بدكم بسجل المكالمات لخمس ارقام وتشغلوا لي القسم كلياته فيها. سيدي شرحت لك، يعني ضروري لازم نراقب هاي الارقام. شو هو اللي ضروري؟ شو يعني؟ بلكي لقينا اسماء مشبوهين ولا ناس منعرفهم. شو بدك نضبهم كلياتهم مثلا؟ لك شو هالحكي هاد؟ لا سيدي اكيد ما رح نضبهم كلهم، بس في واحد من بين هاي الارقام لران، وبيجوز اتصالات توصلنا لشيء. ارجع بقول لي بيجوز. طيب سيدي شو بتريدنا نساوي؟ ما في شيء عم يمشي وراي وصلنا لشيء، يعني لا تليفوناتهم ولا مين هن ولا شو بيشتغلوا ولا شو عم يشتغلوا سوا. سيدي هن جرائم مرتبطة ببعض أكيد، بس نحن ما في شيء بين إيدينا نفتش فيه. وصلوا لبيتي لبنتي، سيادتك عم تتهمنا بالتقصير. ورد لا تتجاوز حدودك، قلت لك إذا مو مرتاح لحتى عفيك من القضية. دورته بالملفات اللي كان عم يشتغل عليها رامي، هو على رأس عمله. شفتوا إذا في شيء بيربط هاي القضايا بعاصم وأبو جبري؟ وجهنا سيدي وعم نشتغل على هالموضوع. شرفوا اسحبوا سجل المكالمات لشوف شو رح يطلع معكم. تفضلوا. احترامي سيدي. احترامي سيدي. والله لا تحمل أكثر ما بتستاهل، أنت بالذات بيعاملك غير الكل. تماماً، بيعاملني غير العالم كله، لهيك عم يتفشش فيني خصوصي هلأ. أنه يعني إذا عنصر تحت إيدي طلع متهم وطلع مخبص كل هذا التخبيص فأنا شايفه وتاركه. كل عنصر أنا بدي أشوف شو عم يعمل. لحقوا على بيته، هي شغلتي لأنه أنا. هي مو شغلتي، مو شغلتي. ورد، روق غادرت الحدود وانت ما بين معك رقم المحامي جبران بسجلات الأرقام، ونحن ما فينا نفترض أنه كل واحد معه خطة. طيب شو اللي خطر لك انه ممكن يكون جبران؟ قال لك شو اللي خطر لي؟ انا من امبارح عم بسمع هذا المقطع الصوتي، عم برجع عيد وبرجع عيد وبرجع عيد لحتى اعرف مين هي البنت اللي عم يحكي عنها هو وابو جبري. اسمع، اذا حكيك مضبوط معناها ما حدا بيعرف حدا ولا شاف حدا، كل واحد عمل شغلته ومشي وقبض، ولا بيعرفوا لا شو في جوات السياره ولا مين هي. في بنت جوات السيارة ما حدا بيعرف مين، وعم يقول كل واحد عمل مهمته وقبض ومشي. اسمع كمان، لأنه على حكيك ما حدا غيرك بيعرفني. عاصي وبلكي الزلمة اللي سلمته التقرير شافك. عاصم هو الوحيد اللي ما أدى مهمته، بس في حدا عم يبتزه مشان المصاري، صح ولا لا؟ صح، والجملة بتوحي إنه كان في أكثر من حدا، طالما عم بيقول كل واحد عمل مهمته ومشي. يا عيني عليك، نحن عم ندور على رابط بين الجرائم الثلاثة. هيك قدامنا قصدك البنت؟ بالضبط. صح، بس ممكن يكون في بين عاصم أو جبري شغلة كتير، في 100 احتمال غير إنه تكون البنت هي. لك مزبوط، بس القاتل ليش لحتى يبعث لنا هذا المقطع الصوتي بالضبط؟ يعني ليش ما اختار واحد غيره؟ ببساطة الله يضللنا مثلا. عاصم عم يقول أبو جبري إنه في حدا عم يبتزه بخصوص هاي البنت من شان المصاري. يا عادي، ممكن يكون المقطع قديم، ممكن يكون في واحد منهم سجل المقطع كمستمسك على الثاني، ممكن يكون القاتل قاعد بيناتهم، يعني إن الثلاثة قاعدين بغرفة وسجلهم، في 100 احتمال. هذا كله أنا فكرت فيه. ليك كب كل شيء على جنب، فكر بس بالبنت. طيب إذا كانت البنت هي الرابط بين عاصم وأبو جبري، رامي شو دخله؟ ما القاتل نفسه بعت لنا تسجيل صوتي عن الكوكايين بين رامي وأبو جبري. البنت ما لها علاقة. ناصر قل لي
شو أكتر قضية لبنت كان زعجتنا قبل ما قتل عاصي ونحن ما وصلنا فيها لشيء؟ سالي؟ سالي بالضبط، سالي هي البنت اللي عم يحكوا عنها. يا سيدي إذا سالي هي البنت، رامي شو؟ رامي دكتور شاطر، هو طبيب شرعي سابق بس مو نظيف، يعني بيقدر يضللنا بعمليات جراحية. بس السؤال وين؟ أنت مين بيخطر لك غير رامي لهيك شيء؟ مين؟ لأنه دكتور هو اللي عمل العمليات الجراحية لسالي، وعاصم هو اللي سرب معلومات عن التحقيق. أبو جبري شو كان دوره؟ إذا كانت سالي هي البنت نحن ما بنعرف. طيب مو أنت اللي قلت أنه القاتل يا عم ينتقم لشي يا أما عم يصفيهم لحتى يخفي شي بيعرفه؟ مو هذا كلامك؟ طيب نحن ما فينا نفترض أنه معتصم هو القاتل وعم يصفي اللي شاركوه بالجريمة؟ أو في حدا من طرف سالي كشف المتورطين وعم ينتقم بس؟ نور صار شي رح تخبرنا بعدين. يعني نور أضعف من هيك بكتير، مو على أساس بعدين سافرة؟ بس اليوم عم تسأل سماحة المحامي معتصم بالقضية، لهيك طلبت تشوف رقمه. بعدين سيدي أنا شفت لنور، يعني طبيعي إنه بضل تسأل أي أختها، أما إنه تخطط مستحيل. ليك ناصر، نحن ناقصنا الدليل يلي بربط معتصم أو نور بالجرائم الثلاثة، وإذا صارت جريمة رابعة رح يكون الرابط الواضح بيناتهم. سيدي فيني إلا بشي ما تزعل؟ قول تفضل. أول مرة ركزنا على معتصم، من ما وصلنا لنتيجة وضوعنا وقتنا على الفاضي. هالمرة إذا سوينا اللي عم تقوله رئيس الفرع مو بس رح يعفينا، يمكن رح يسرحنا. سيدي أخي أنا عم فكر بصوت عالي، بحق لي ولا لا؟ ديالا العباس زوجته ليوسف هي المديرة القانونية بشركة البنك. ولسه قال لي انه صدفة، رجع قال لي انه صدفة. ورد انت شو عم تحكي؟ لا لا لا، انت اكيد فيك شيء مو طبيعي، والله ما عم بعرفك. سيدي وين المشكلة؟ يعني وين المشكلة باللي حكيته انا؟ لسه بيقول لي شو المشكلة؟ شو أنا عم لبق كنزي على بنطلون يا رجل؟ إنه يعني رامي دكتور وفي دكتور عمل عمليات لسالي، شو رأيك كل جريمة فيها دكتور نربطها بآدم؟ طيب وزوجة ابنه؟ زوجة ابنه مديرة قانونية بشركة، شو خاصة بجريمة سالي؟ سيدي صاروا ثلاث صدف، يعني في شيء مو طبيعي. يعني ريتا تطلع زميلة أدم بالجامعة وعم يجيها معلومات على بيتها، ايوه، وزوجة ابنه مديرة قانونية بشركة معتصم، يعني كبيرة هي. مو صدف هي، مو صدف يا حبيبي، هذا الشيء الطبيعي بالحياة. بس انت مصر تربط أدم عبد الحق بمعتصم وبأنه البنت حامل، لا، وهلأ جاييني ومؤلف نظرية حول الجرائم الثلاثة وأنه أدم مساعد فيهم. سيدي أنا كل شيء عم بطلب منك هو استدعاء للتحقيق. وين المشكلة؟ لمين؟ لآدم عبد الحق يا رجل. لك شو بدك تقله؟ ليش مرت ابنك مديرة قانونية بشركة معتصم؟ ولا ليش زميلتك بالكلية ساكنة مع ريهام؟ ايه بالضبط. لك مو انت بالأول رحت طلبت مساعدته للرجل وإجا وساعدك رغم انه ما بيأخذ قضايا، وراح تتهمه بأشياء خليته بحياته ما يفكر يساعدنا، وجاي هلا عم تتهمه بشيء أضرب؟ لك أنت شو بدك منه؟ شو في بينك وبينه؟ سيدي معقول عم تسألني شو في بيني وبينه؟ والله ما بعرف، أنت قلي. سيدي أنت طلبت مني حطك بصورة كل شيء. بصورة كل شيء كأدلة، مو فرضية ما لها أي طعمة، كيدية وتصفية حسابات مع واحد ساعدك وأنت عم تتصرف معه بقلة أخلاق.
لا أنا مو هيك أبدا. اسمع ورد، أنت تجاوزت الحدود كتير. أنا عم بعمل واجبي سيدي. واجبك تتهم الناس مثل واحد عديم الخبرة جاي من الشارع؟ طمني شو صار سيدي؟ رايح ارتاح ببيتي حسب الأوامر. ما فهم القضية سيدي. اسمع ورد، أنت تجاوزت الحدود كتير. واجبك تتهم الناس مثل واحد عديم الخبرة جاي من الشارع.